أطلقت صباح اليوم جمعية تشات قبل كل شيء برئاسة مؤسسها موسى ياسين أنشطتها لعام 2017-2018. أطلقت رسميا أنشطتها بحضور الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بشارع عيسى جد الله وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. فاطمة الإحمر. تحت شعار وحدة مواطنة سلام، أطلقت جمعية تشات قبل كل شيء أنشطتها الثقافية والاجتماعية لدورة العام 2017-2018، والتي تنصب في متابعة التطور والمصلحة العامة للبلاد، حيث تهدف الجمعية إلى تنمية المواطن التشادي علمياً وأخلاقياً في شتى مجالات الحياة، إضافة إلى غرس الروح الوطنية في أوساط الشباب التشادي. افتتحت المناسبة بكلمة اللجنة التنظيمية متمثلة في عبد الفتاح محمد، والذي أدلى في خطابه أن الهدف الأساسي من تأسيس الجمعية هو تعزيز روح السلام والوحدة ونشر ثقافة المحبة بين أبناء الوطن الواحد. رئيس جمعية تشاد قبل كل شيء أكد في كلمته عن الأهداف السامية لتأسيس الجمعية، والجدير ذكره أن جمعية تشاد قبل كل شيء أسست في 14 سبتمبر 2015، وهي تعمل في المجال الاجتماعي والثقافي. وإلى افتتاح أعمال ورشة التي نظمها المجلس الوطني الاستشاري للشباب شرف الدين نصر حول جلسة تفاكرية حول التعريف بالمجلس، وطرح المواضيع والقضايا التي تهم الشباب. مريم عبد الرحيم. إتاحة الفرص للمنظمات الشبابية ومعرفة حالة منظومة الشباب التشادي، بالإضافة إلى إخبار الشباب حول بعثات عمل وهياكل الحقوق وواجبات الإطار القانوني لتأسيس المجلس الوطني الاستشاري للشباب، وأيضا جمع وحصر الاقتراحات لعمل المجلس والبحث عن معالجة الأخطاء والقصور الناتجة عنه وإيجاد الحلول المناسبة. هذه هي المواضيع التي طرحت خلال الورشة الإخبارية التفاكرية حول المعرفة الحسنة للمجلس الوطني الاستشاري للشباب في تشاد، التي نظمتها لجنة متابعة المنظمات الشبابية لصالح قادة المنظمات والشبكات والتحالفات والحركات الشبابية بالعاصمة. وبهذه المناسبة، فإن رئيس المجلس الاستشاري للشباب شرف الدين نصر تطرق إلى أهمية هذه المواضيع التي طرحت أثناء الورشة، حيث أنها تعتبر ذات أهمية بالنسبة للشباب. تجدر الإشارة إلى أن الوثائق القانونية الوطنية جلها تنصب في مصلحة الشباب لكي يرتقي ويزدهر نحو الأفضل.